الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة إذا مات عليه نسأل العافية والسلامة فهو مخلد خلود أبدي في النار ميقرر تلك الماقرات جهنم يقبال زلالا يما وطعبتي وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه قلت أتاتون بمكبل بات جيزي كتملس الله يكبله إذا لابد أن نحذر ونحذر من الشرك بجميع أنواعه أكبر وأصغر الذي كونا تشرك لنحتنا قبل كتنشوم كتلكم نعم أريد أمثلة على الشرك الأكبر عند تمثالي لتلك شرك لمثل الله أفلق عنه أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر ما نيتم عبادة كالله لإلى لهن أكال كتستة شرك الأكبر لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله هذا شرك أكبر عند سو كالله لإلى لهن أكال سجد بيادر شرك الأكبر لي وحدة. الذبح للجن لجن بيد الخوف من أصحاب القبور يكبر سواج بفرع الاستعانة بالأموات يموت تنسواج اردوين بيل طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله طلب الشفاعة من الأموات كموتانوج الجزان بتأييك معرك بما يتلو الطواف حول القبور بكبر زوريا مقونية النذر لغير الله كالله تلا لسلة مسال دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل طلب نزول الغيث أو الولد من الأموات كالله للا كالا أكال ستئن ظلوب ملمن يا أكال تتأيقو مارك كما يتلو زنان ما وردني مسال أن يعتقد في الأولياء في الصالحين أن بيدهم جلب المنافع ودفع المضار يا الله وليوك تكمن يمانتات قداتين يماس وقدس عاقم على توبرو ما السبني مسل